فوقا هو عاد الخميس، ربعت السماء قطريات كذلك الغزال الأسمر في جو جمع بين حضارة القرن وماضي الأجداد العتيق وحب الجماهير القطرية لنجم احتضنته الملاعب 21 عاما. الحمد لله على اللي تركنا من صورة طيبة في الملاعب وخارج الملاعب، وأقول هاي يعني سنة الحياة لكل لاعب أنه يعتزل في نهاية مطافه، والحمد لله، وأتمنى للكرة القطرية التوفيق إن شاء الله. وفي حب عادل يأتي لقاء المنتخب القطري مع نظيره المنتخب السوداني الذي شهد الشوط الأول منه سيطرة قطرية في البداية، أسفرت عن ضربة جزاء استطاع مبارك مصطفى تسديدها في مرمى عيسى هارون محرزا الهدف الأول. في الدقيقة 41 حاول المنتخب السوداني أن يعادل النتيجة، لكن الحظ عاند.